السلام عليكم ورحمة الله. في هذه المقاطع بنشرح الآن كيف ممكن نستخدم أو نركب جهاز الماترانفورم اللي هو عبارة عن الماسح الضوئي ثلاثة الأبعاد. طبعا هذا هو الجهاز. الأشياء الرئيسية اللي راح نلاقيها في الصندوق راح يكون عندنا الجهاز الرئيسي بالإضافة إلى اللي هو الشارجر أو الكونكشن نفسها حق الجهاز. طبعا بالنسبة لهذه القطعة الإلكترونية راح نلاحظ إن في عندنا مجموعة من الوصلات المختلفة. إحنا راح نستخدم طبعا نثبت في الكابل نفسه الوصلة اللي راح نحتاجها. راح يكون أيضا عندنا الجريد. هذا طبعا هذه القطعة الغرض منها هو الكالبريشن راح نتكلم عنها بعدين. وراح يكون عندي ايضا هذه القطعه راح تستخدم ايضا في الكالبريشن بالاضافه الى USB كيبل. USB كيبل طبعا ايضا راح نتكلم عنه بعد شوي. طيب هذا الجهاز موجود قدامنا. طبعا بالنسبه للمداخل الموجوده هنا مدخل USB بالاضافه الى مدخل الكهرباء موجود. عشان نفتح الجهاز عندنا هنا هذا الزر راح نضغط على هذا الزر ممكن نفتح الجهاز بهذا الشكل. طبعا عشان يثبت الجهاز بشكل سليم في عندي هذه الجزئيه هذه القطعه لازم اثنيها وهذا الشكل الجهاز ثابت. طبعا بالنسبه للجهاز لما يكون جديد راح يكون في عندكم قطعه من الكرتون هنا او البلاستيك البسيطه اللي راح تشيلها من الجهاز في البدايه علشان يظهر لي اللي هو الكاميرا والحساسات. طيب بالنسبه الان الى الكالبريشن اول حاجه راح نعملها اللي هو عن طريق نفس البرنامج بعد ما نثبت البرنامج نشغله راح يكون في عندي هنا طبعا اسم البرنامج MF Studio هذا هو البرنامج. راح نضغط على Tools في عندي كالبريت راح نضغط على كالبريت. طبعا هنا التعليمات اقراها ذكرنا احنا في البدايه بالنسبه لتثبيت الجهاز الكونكشنز وغيرها. هنا طبعا راح احاول اتعرف على الجهاز اعطي شويه وقت. طيب هنا ملاحظه ممكن واحد من الاخطاء الشائعه اللي راح تحصل ان لما تشبك الجهاز ما راح تشغله. فعندك هنا الزر مكتوب عليه MF من الخلف هذا الزر لازم تضغط عليه عشان الجهاز يشتغل. طبعا لما تشغل الجهاز راح يضيء هذا الزر فالبرنامج بعدين راح يواصل معك طريقه اللي هو الكالبريشن. نرجع للبرنامج. في البرنامج هنا طبعا راح يعطينا خيارين بعد ما يخلص من عمليه التعريف. طبعا عشان تتم عمليه التعريف بشكل سليم لازم الجهاز يكون يشتغل. طيب في عندنا خيارين باكس وكارد. طبعا على حسب الجهاز الموجود عندك اغلب الاجهزه اللي راح تكون موجوده راح يتوفر فيها اللي هو هذا الكارد هذا موجود قطعتين راح نثبتها فهو الخيار الايمن راح نثبت هذه القطعه وبالتالي نضغط على الخيار الايمن هو خيار الكارد. تمام مثل ما ذكرنا عمليه تثبيت راح نسوي عمليه تثبيت بهذا الشكل القطعتين بعدين نضغط كونتينيو. الخطوه اللي بعدها راح نحط هذه القطعه في على مساحه اللي هو التيرن تيبل الموجود في الجهاز. هذا الجهاز موجود هنا زي ما تشوفوا. اوكي ناخذ القطعه تماما في المنتصف طبعا تماما كما في الصوره ان هذه القطعه الجريد الابيض والاسود يكون مقابل الى وين؟ الى الجهاز بهذا الشكل. حلو؟ فالان نضغط على كالبريت. اوكي يبدا الجهاز يسوي عمليه الكالبريشن. طبعا ممكن يستغرق دقيقه دقيقتين فاحنا راح ننتظر الان شوي لين انتهى عمليه الكالبريشن. كذا انتهى الكالبريشن. طبعا الان باقي الخطوه الثانيه فهنا مذكور عندي ايضا ان راح نقرب شوي الكارد الى الجهاز الى الكاميرا تقريبا مقدار سنتيان فاحنا راح نقدرها تقريبا سنتيان 1-2 كذا. اوكي راح نخلي في هذا المكان. ملاحظه طبعا مهمه هنا لا تقرب القطعه بشكل كبير الى السكانر لا تحاول تعد الطاوله حاول تحسب سنتيان بشكل دقيق. راح نضغط على كونتينيو راح يبدا الجهاز يواصل عمليه الكالبريشن. طيب قدامنا على الشاشه السكانر الان انتهت من عمليه الكالبريشن اعطاني يور كالبريشن واز سكسس معناته انه خلص نضغط على فينش يفتح البرنامج. طبعا البرنامج هذا شيء ثاني ما راح نتحدث عنه تقدر تبدا بنيو بروجكت وتسوي سكاننج على المجسم اللي وصل معك اللي هو عباره عن هذا المجسم المفترض ان تسوي عليه تعمل على عمليه سكاننج اكثر من واحد في العاده يكون عندك ملتيبل سكانز تجرب تشوف جوده الجهاز يعطيك نتيجه جيده فيها مشاكل او غيرها. حاجه ايضا مهمه هنا لا تنسى تقرا كتيب التعليمات. كتيب التعليمات الى هذا الجهاز يحتوي على معلومات جدا جدا مفيده تساعدك في الحصول على نتائج ممتازه الى اي مجسم. ايضا ملاحظه جدا مهمه بالنسبه لهذا الجهاز لما تتغير الاضاءه او يتغير موقع الجهاز الاضاءه راح تتغير وبالتالي لازم تسوي عمليه كالبريشن مره ثانيه. فتاكد ان يكون الجهاز في مكان ثابت ما يتحرك فيه والاضاءه تكون تقريبا يعني معظم الوقت متشابهه ما تتغير. يعني ما ينفع على سبيل المثال اذا تبدا عمليه سكاننج بعد تطفي الانوار وتشغلها مره ثانيه هذا الشيء راح يخل بجوده السكان. اوكي وبالتوفيق.